جرت العادة أن ينطلق المهاجرون واللاجئون من إفريقيا إلى أوروبا، لكن مؤخراً ظهرت مؤشرات على عكس المسار، ما يجعل الدول الإفريقية وجهة لإبعاد اللاجئين من الدول الغربية. في 16 من يونيو جاري أعلنت رواندا التزامها باستقبال طالب اللجوء من المملكة المتحدة بموجب الاتفاق الذي وقعه الطرفان في إبريل من هذا العام. ميل الدول الإفريقية إلى فتح أبوابها أمام اللاجئين له عدة أسباب، أبرزها السياسات الغربية المشددة تجاه اللاجئين واتخاذ العديد من الدول الأوروبية تدابير لتقليص موجات الهجرة المتنامية إليها منذ العام 2015. كما تجد الدول الإفريقية في التكلفة المالية للخطط الأوروبية لنقل اللاجئين إليها فرصة جيدة حقيقة للحصول على المزيد من الأموال، بالإضافة إلى وعود بمساعدة اقتصادية وإنمائية. كما تسعى كذلك بعض الدول الإفريقية لتحسين صورتها على الصعيد الدولي، وثني الشركاء الأوروبيين عن توجيه أي انتقادات أو إجراءات عقابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع الديمقراطية فيها. في المقابل فإن توسع الدول الإفريقية في استقبال اللاجئين قد يؤدي إلى تداعيات سلبية، على رأسها تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك، حيث تواجه هذه الدول أزمات اقتصادية وهو ما قد يهدد أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الإساءة للصورة الأخلاقية للدول الإفريقية. فرغم أن هذه الدول تسعى لتعزيز صورتها الخارجية، إلا أن هذه السياسة قد تؤثر سلبا على سمعتها الخارجية، خصوصا أن خطط الدول الغربية لترحيل اللاجئين تواجه بانتقادات حادة.